وهنا غادي نحل واحد القوس اخر على الله هنا لهاد الوليدات ولا اي واحد تيسمعنا وتيشوفنا دابا انا وياك تيسحب وراحنا فقنا في الصباح لقينا هادشي اللي حنا فيه وتيقول لك الدكتور شرايبي ارستقراط واحد كات في التيك توك غير الدكتور ديال غير الصباط ديال الدكتور شرايبي عيش عائله شهرين اياه مرحبا لكن ضربت عليه تماره حتى انت بغيتك ضرب تماره وخدمت الناس تيستعروا من الفقر تيفتخروا بالفقر خليك ليلي خليك ليلي واش جبتني هادي عاوتاني باش نكونوا فقراء خليك ليلي خليك ليلي سي با نورمال حيت الناس حيت الناس فورماطهم واحد الفورماطاج واحتجوا براسو الى قال لهم قالوا لهم عاش رسول الله مسكينا وما مات ولا كيقول داك الدعاء اللهم احيني مسكينا وامد واحشرني مع المساكين هذه ما عمرها ما هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيعنيش به فقير مسكين يعني امبل يعني مودست. يعني مودست يعني تيمكن لك تكون غير ولكن ربي باش نقول لكم وليداتي والناس اللي كيسمعونا وفسدوا لكم الفكر ديالكم الاسلامي وقالوا لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالشهر وشهرين ما لقاش ما تلقى ما ياكل اياه في واحد لابيريود حياته بحال انت يمكن لا توقع لك واحد لابيريود حياتك اما ربي مني جاي وتثق في القران قال له ووجدك عائلا فاغنى يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده ولكن خدم وضرب تماره وعمرت عليه مراته لاله خديجه وكان بيع شقاي مزيان